ايوه الزراعة، أنا كدولة كبيرة هحتاج عمالة كبيرة ولا مش هحتاج العمالة؟ أنا عايزة أستفاد من الزراعة دي، عايزة أدخل أكبر دخل ليا، هجيب لا ناس انت كتير محتاجة يشتغلوا. العمالة. أنا هشوف إيه الأسهل لي عشان ما أحتاجش عمال كتير، فهعمل إيه؟ أنا هدخل أحدث الآلات والأدوات في قلب الزراعة دي. طيب زي إيه؟ لما انت هتشتري آلة، الآلة الكبيرة دي أنا هستفاد منها مرة واثنين وثلاثة وعشرين، هستفاد منها كتير ومش هضطر إن أنا أدفع فلوس للناس قاعدين يشتغلوا. يبقى الزراعة التجارية والعلمية بتتم في مزارع واسعة وبتستخدم فيها أحدث الآلات الزراعية، وده اللي هيجي لنا سؤال يقول لك ما النتائج المترتبة على استخدام أحدث الآلات الزراعية والطرق العلمية في الزراعة التجارية والعلمية. ايه اللي هيحصل لما انا استخدم الالات دي؟ اول حاجه ان انا هادي الى قله التكاليف، مش هكلف كتير، وتاني حاجه انا مش هحتاج عماله، يبقى قله العماله الزراعيه ده هيؤدي الى قله التكاليف وقله العماله الزراعيه. طيب قولي يا زياد، قولي الزراعه التجاريه والعلميه خصائصها ايه؟ الزراعة التجارية والعلمية بتتم في مزارع واسعة تتم في مزارع واسعة، هنستخدم فيها ايه؟ وتستخدم فيها أحدث الآلات الزراعية طبعا أحدث الآلات الزراعية. طب ده والطرق أدى الحديثة. إلى إيه يا مريم؟ أدى إلى قلة التكلفة وقلة العمالة الزراعية. أدت إلى قلة التكلفة وقلة العمالة الزراعية. طب أنا عايز أعرف بقى الزراعة التجارية والعلمية دي موجودة فين بالظبط؟ قال لك أول حاجة إن هي موجودة في قارة أوروبا، وموجودة في أمريكا الشمالية، وموجودة في جنوب شرق آسيا. طيب أمريكا الشمالية بالذات فين؟ في الولايات المتحدة الأمريكية. طب هنزرع في الولايات المتحدة الأمريكية إيه؟ قال لك أنت هتزرع قمح وقطن فين؟ في أمريكا. طب أوروبا هتزرع إيه؟ قال لك أوروبا هتزرع قمح. جنوب شرق آسيا، عارفين منطقة جنوب شرق آسيا اللي هي ناحية الصين والهند، طب بيزرعوا إيه؟ قال لك بيزرعوا مطاط وشاي. تمام، يبقى كده 3 قارات، عند 3 مناطق عندنا بينتشر فيها الزراعة التجارية والعلمية. قارة أوروبا، وبيزرعوا في قارة أوروبا القمح، وقارة أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبيزرعوا قمح وقطن، وعندنا في جنوب شرق آسيا بنزرع مطاط وشاي. هسألك السؤال ده يا زياد، قولي بقى أماكن انتشار الزراعة التجارية والعلمية فين؟ الزراعة التجارية والعلمية في جنوب شرق آسيا مطاط وشاي، وفي أمريكا الشمالية أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية يعني اه في قطن وقمح، تمام، في أوروبا قمح. وفي في اوروبا قمح. برافو عليك. طيب نروح بقى للمحاصيل الزراعيه او الموارد الزراعيه. عندنا 3 انواع من المحاصيل الزراعيه. محاصيل غذائيه زي الحبوب الغذائيه اللي احنا بناكلها، القمح والرز والذره، ومحاصيل سكريه زي قصب السكر والبنجر، وعندنا محاصيل الياف اللي انا قلتها في الاول، قطن وكتان وجوت، ومحاصيل ذات طبيعة خاصة اللي هي المطاط والشاي والبن. طب احنا مش هناخدهم كلهم، احنا هناخد حبوب غذائية، هناخد ايه؟ هناخد القمح والذرة، وهناخد المحاصيل السكرية، وهناخد القطن، وهناخد المطاط والشاي. تمام، طب احنا عايزين نعرف ايه بقى كل واحدة فيهم. اول حاجة انا هحتاج ان انا هعرفها ان انا اعرف اهمية كل واحدة فيهم، وايه هي اهم القارات او الدول اللي بتنتج. تمام معايا؟ تمام. هناخد اول حاجة القمح. هو القمح مفيد في ايه؟ قال لك ده الغذاء الرئيسي لكل شعوب العالم. ازاي؟ دولة زي دولة ايطاليا، هناك أهم حاجة عندهم يبقى عندهم بيتزا وباستا ومكرونة وحاجات من دي، يبقى محتاجين القمح عشان يعملوا بيها المكرونات، صح؟ إحنا دولة مثلا زي عندنا مصر، إحنا أهم حاجة عندنا الخبز،
صح؟ احنا اهم حاجة رغيف العيش، ما نقدرش ان احنا نعيش من غير فطار عيش وعشا عيش، صح ولا غلط؟ أيوة. علشان كده اهمية الامن هو الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. طب هنصنع منه ايه؟ هنصنع منه خبز ومكرونة وحلويات. طب انا عايز اعرف بقى ايه هي اهم القارات او الدول المنتجة للقمح؟ عندنا اهم القارات المنتجة للقمح قارة اسيا، بس انتوا عايزاكم تركزوا لان هيجيلكم الاسئلة. ايه اول دولة او المركز الاول في زراعة القمح؟ اول دولة عندنا الصين، وبعدها على طول تيجي الهند، تمام؟ يبقى قارة اسيا بتزرع قمح، انتاجها في القمح كتير. طب ايه اول دولة بتزرع القمح؟ اولى دول العالم في زراعة القمح هي الصين، وتاني دولة على طول هي ايه؟ الصين اول حاجة، وتاني حاجة الهند. الهند. يبقى المركز الاول الصين والمركز التاني الهند. كده يبقى القمح خلصناه. قوليلي يا مريم، ايه هي اهمية القمح؟ يعتبر الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم عشان بيتصنع منه الخبزات والمكرونة وكل حاجة. تمام. قول لي يا زياد، أهم القارات اللي بتزرع القمح؟ أهم القارات اللي بتزرع القمح، الصين أول دول العالم، والهند اللي بعدين. تمام. هي الصين والهند في قارة ايه؟ الصين والهند في قارة آسيا. تمام. نروح بقى على تاني حاجة اللي هي الذرة. الذرة دي أهميتها أول حاجة إن إحنا بتستخدم كغذاء للإنسان. في بعض الدول بيستخدموا الذرة، إحنا بالنسبة لنا الذرة ده أكل بيدخل في العيش وبيدخل في حاجات كتير وبنحبه مشوي، بس الذرة بالنسبة لشعوب تانية ده علف للحيوان، ده مش أكل للإنسان أصلا. أنت عندك دولة زي أمريكا ده بالنسبة لها الذرة ده أكل للحيوان مش أكل للبني آدمين. يبقى هو الذرة مش أساسي في كل العالم أكل إيه؟ للإنسان. لا، تستخدم ومعظم شعوب العالم في ايه؟ غذاء للإنسان، وفي بعض الدول التانية هو علف للحيوان. تمام. نروح بقى لأهم القارات والدول المنتجة. أهم القارات هي قارة أمريكا الشمالية. قارة أمريكا الشمالية بتستخدم معظم الذرة كعلف للحيوان. أنا قلت لكم إن هما ما بيعتبروهوش غذاء للإنسان، إحنا بنعتبره غذاء عادي. هما إيه؟ لا، ده علف للحيوان، يستخدموا كعلف للحيوان، والباقي منه بيصدروه للخارج. احنا بنستورد الذرة من امريكا. كده الذرة تمام. 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 قولي يا زياد اهمية الذرة. أهمية الذرة، بتستخدم غذاء الإنسان كغذاء الإنسان، و بس في أمريكا الشمالية علف، طبعا بيستخدموها كعلف للحيوان. تمام. يبقى أهم القارات مين يا مريم؟ أمريكا الشمالية و بس تمام، مفيش قارات تانية. هي أمريكا الشمالية. نروح بقى للمحاصيل السكرية. عندنا نوعين من المحاصيل السكرية، قصب سكر وبنجر. تمام. أول حاجة القصب السكر والبنجر الاتنين. القصب السكر ده أنا هعتبره أهميته إن المحصول الأول في إنتاج السكر في العالم. تمام. يبقى قصب السكر أهميته إيه؟ هو المحصول الأول لإنتاج السكر في العالم. طب البنجر هحطه المحصول الثاني لإنتاج السكر في العالم، دي الأهمية. طب أنا عايز أعرف بقى السكر أهم القارات اللي بتنتج السكر. عندك دولة البرازيل دي أهم واحدة بتنتج إيه؟ السكر. طيب بس في حاجة، جه قال لك قارة أوروبا مفيش فيها سكر خالص، مفيش فيها قصدي قصب السكر، ما بيزرعوش قصب السكر. وهنا هيجي سؤال، بما تفسر يزرع قصب السكر في جميع قارات العالم ما عدا قارة أوروبا؟ اشمعنى قارة أوروبا ما عندها السكر؟ بسبب إن قصب السكر بيتزرع في مناطق مدارية حارة،
قارة أوروبا لو تفتكروا من الأقاليم المناخية اللي أخدتوها، قارة أوروبا موجودة في المناخ منطقة معتدلة، مفيش عندها حر. القصب بيحتاج درجة حرارة مرتفعة جدا، والحرارة المرتفعة جدا مش موجودة في قارة أوروبا. يبقى هنقول قصب السكر بيزرع في المناطق المدارية الحارة، وبيحتاج ايه؟ بيحتاج درجة حرارة مرتفعة وبيحتاج مية كتير، والاتنين مش متوفرين في قارة ايه؟ أوروبا، لأن أوروبا من ضمن المنطقة المعتدلة. أوروبا من ضمن المنطقة إن هي المعتدلة. المعتدل. يبقى السؤال بما تفسر يزرع قصب السكر في جميع قارات العالم ما عدا قارة أوروبا؟ قولي يا ماري. عشان القصب بيحتاج حرارة عالية، وقارة أوروبا الحرارة فيها مش عالية عشان القصب يعرف يتزرع فيها. برافو عليكي، بس هنقول ايه؟ درجة حرارة عالية وبيحتاج مية كمان، درجة حرارة ومية، وان هو بيزرع في منطقة مدارية حارة. اما قارة اوروبا دي من ضمن المنطقة المعتدلة، من ضمن المنطقة ايه؟ مفضل. المعتدلة. قولي يا زياد، اهم الدول اللي بتزرع اللي بتزرع قصب السكر. أهم الدول اللي بتزرع قصب السكر، البرازيل هي أولى الدول، والبرازيل في أمريكا الجنوبية. شاطر. طيب البرازيل هي أولى الدول في زراعة قصب السكر. طب نروح بقى للبنجر، قلنا البنجر أهميته إن هو المحصول الثاني لإنتاج السكر. طب إيه هي أهم القارات اللي بتزرعه؟ قال لك أول قارة أوروبا. طيب ما هي أوروبا قلنا إن هي ما بتزرعش قصب سكر، يعني محتاجة تعوض نقصها في قصب السكر، فهتزرع إيه؟ هتزرع البنجر عشان تقدر تنتج السكر. يبقى أوروبا بتزرع إيه؟ بتزرع البنجر. وهنا هيجي سؤال، بما تفسر تتركز زراعة البنجر في دول أوروبا؟ وكمان إحنا عندنا من ضمن أهم القارات اللي بتزرع البنجر أمريكا الشمالية، بالذات الولايات المتحدة الأمريكية. يبقى إحنا عندنا البنجر متركز في قارتين، أوروبا وأمريكا الشمالية. ويجي لنا السؤال يقول لك بما تفسر تركز زراعة البنجر في أوروبا وأمريكا الشمالية، ظروف ملائمة زراعة البنجر موجودة فين؟ موجودة في أوروبا وأمريكا الشمالية، من تربة ومناخ، الاتنين ملائمين لزراعة إيه؟ لزراعة البنجر في قارة أوروبا وقارة أمريكا الشمالية. طيب إحنا عندنا في قارة إفريقيا أولى الدول في قارة، أكبر دولة بتنتج البنجر في إفريقيا هي مين؟ أكيد دولتنا اللي هي مصر. أول أكبر دولة بتنتج البنجر في إفريقيا هي مين؟ مريم. فرنسا. لا، أكبر دولة في إفريقيا في زراعة البنجر مين؟ إفريقيا. أفريقيا، أمريكا الشمالية، أوروبا. أوروبا صح. افريقيا. ايه اللي جاب امريكا الشماليه في افريقيا؟ معلش ماشي. لا انت نعسي. طب قولي يا زياد. في افريقيا مصر. افريقيا مصر. طيب اوروبا عندنا فرنسا، وامريكا الشماليه عندنا الولايات المتحده الامريكيه. انا قاعده بقول بقالي فتره بنزرع قصب السكر، بنزرع البنجر، بس انا ما قلتش بننتج السكر. معنى كده ان انتاج السكر دولة تانية خالص غير اللي بتزرع قصب السكر والبن. تمام، ملناش دعوة كده بالزراعة. انا لما اجي اقول سؤال من هي اولى الدول انتاجا للسكر، يبقى ملياش دعوة ايه باللي بيزرع السكر، بس عندنا برضو زي او اولى الدول انتاجا اولى الدول زراعة لقصب السكر هي البرازيل، وبرضو اولى الدول لانتاج السكر هي البرازيل. طب تاني دولة؟